السلام عليكم ورحمة الله. بين يوم مضى وآخر يبدأ هذا حصاد أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، والبداية بالعناوين. مشروعات زراعية وصناعية وتنموية وسكنية، حصاد أسبوع من زيارة الرئيس لصعيد مصر. رئيس الوزراء يتابع موقف طرح محطات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص. دعما للأشقاء الأفارقة، وضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب للقلب في رواندا. تفاصيل الأحداث. أنهى رئيس عبد الفتاح السيسي جولة استمرت أسبوعا في صعيد مصر، افتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية من بينها مشروع تشكى الخير، كما وجه بتقديم الدعم وإجراء الدراسات اللازمة للإسراع في تنفيذ الاستصلاح لأكثر من 400 ألف فدان في تشكى في محافظة أسوان. كما افتتح الرئيس السيسي عددا من مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. وزار الرئيس السيسي محافظة قنا، حيث افتتح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى. كما افتتح سيادته مدينة أسوان الجديدة خلال زيارته لمحافظة أسوان. هنا صعيد مصر، قلبها النابض بالخير والعطاء، وضعته القيادة السياسية في بؤرة استراتيجيتها لعام 2030 لتزدهر الحياة في ربوعه، ولينهض بدوره في دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة. في أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات بجميع محافظاته ومدنه. من أسيوط عاصمة الصعيد بدأت أولى جولة السيد الرئيس بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وافتتاح 11 محطة للمياه، منها محطات لتنقية مياه الشرب وأخرى للصرف الصحي. كما تم افتتاح 8 مستشفيات مجهزة بأحدث وسائل الرعاية الصحية المتكاملة لخدمة أهالي الصعيد. أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد وللمصريين اللي بيسمعونا، ما تم إنجازه في السنين السبعة اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. وإلى قنا انتقلت رحلة التنمية والنماء، فتم افتتاح 5 مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق تحدث تكاملا صناعيا واقتصاديا. كما تم افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والمحاور النيلية لربط الطريق الصحراوي بالطريق الزراعي. النموذج اللي بنعمله هو محاولة مننا ان احنا نعمل نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور اللي حصل مش في مصر، في الدنيا كلها. احنا كلنا اللي شايفين ان المصلحة ان البلد دي تطلع قدام، وان الناس تشتغل، وان الناس تكبر، وان الناس تغنى. في تشكى الخير ملحمة تشبه المعجزات، أكبر مشروع استصلاح زراعي وأحدث المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الحياة إليها. يستهدف المشروع استصلاح وزراعة 450 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية والاستراتيجية. اللي بنعمله ده المستحيل. كل مشروع من دول، وانا ما ببالغش عشان احنا اللي قائمين عليه، لا والله قيموا كلامه، بس هو ده اللي بيتعمل في سيناء ده سد عالي، اللي بيتعمل هنا في مستقبل مصر ده سد عالي، اللي بيتعمل في تشكى ده سد عالي. نفضل نعمل كده في بلدنا لغاية لما يعني نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى عملنا اللي علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسوان أرض الشمس الساطعة والحضارة الخالدة، تم افتتاح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية على مستوى العالم، حديقة بنبان للطاقة الشمسية.
وتعمل المحطة على تزويد محافظة أسوان بالطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بمحافظات الصعيد. العرض بتاع الأسبوع بتاع الصعيد اللي احنا قلناه كان الهدف منه ان احنا حبينا نقول للناس، الإعلام، أهالي الصعيد، حجم الجهد المبذول وحجم التكلفة المالية اللي الدولة حطتها، وده مش من ده شغلنا واحنا بنعمله، وما عملناهوش نبقى ايه مقصرين. وفي ختام أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس بافتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما أسوان. بتكلم في ان البلد تعيش وتكبر وتبقى المصانع اللي موجودة دي عبارة عن أداة في الاقتصاد وأداة في رفاهية المجتمع. المواطن عايز المصلحة، عايز مصلحة بلده، واستحمل معانا السبع سنين اللي فاتوا إجراءات صعبة جدا جدا، لأنه هو حس بفطرته وبذكائه إن فعلا في محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمصر. كما تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمحطة قطارات أسوان التي تعتبر واجهة لمصر أمام السائحين من مختلف دول العالم، وقام الرئيس بافتتاح عدد من المدن السكنية الجديدة، من بينها أول مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع بصعيد مصر، مدينة أسوان الجديدة، والتي تضم عدداً من الوحدات السكنية المميزة كاملة المرافق ومستلزمات الحياة العصرية المتقدمة. حضرتك كده بتهل علينا، بيهل علينا الخير والبركة عشان حضرتك طيب القلب، أب كريم، أخ رحيم. بشكر حضرتك على كل حاجة جميلة اللي عملتها لنا في بلدنا. أنا فخورة جدا بحضرتك. وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بأهالي الصعيد، توجهت قافلة مساعدات لأهالي أسوان والقرى المجاورة لها، كما تم توزيع بعض المساعدات العينية على الأهالي هناك. من دخولة الرئيس دخل الخير عندنا في بلدنا في غرب سهيل. الحمد لله فرحانين معاه وفرحانين به وجاب الخير معاه، الحمد لله. نور غرب سهيل، نور أسوان. حابة أشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي هو بيبعتها أول بأول. الرئيس جاء والله كل الباب فتح والحمد لله، وجاء الخير جاء امبارح جاء عندنا والخير كل النهاردة جاء عندنا الحمد لله. تحيا سيسي، تحيا سيسي، تحيا سيسي. الرئيس وصل وجاب الخير كله، هو عشان جايب الخير والمطر نزل النهاردة وجايب الخير إن شاء الله. والله العظيم أحلى حاجة عملها هو إن هو جاء عندنا، تمام؟ غرب سهيل والناس كلها فرحانة، ربنا يخليه لينا الرئيس. شكرا لسيادة الرئيس، وهنقول له اكدولي، يعني أنا بحبك. وأنا والله بحب كل المصريين. استجابة لنداء أهالي محافظة أسوان وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مؤسسة حياة كريمة طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى المحافظة، وذلك لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بالتعاون مع بنك الطعام المصري والشركة الوطنية مصر للطيران، حيث قامت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالاستعداد أمام مطار أسوان الدولي لاستلام القافلة، وكانت محملة ب5000 كرتونة لتوزيعهم على أهالي قرية غرب سهيل و3000 كرتونة على عدد من قرى محافظة أسوان.
يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في صعيد مصر وتلبية لاحتياجاتهم في كل محافظات الجمهورية، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم للمؤسسة على توفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين في إطار من التعاون وتوحيد الجهود مع شركاء النجاح والتنمية من الجهات المعنية. بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد. وبهذه المناسبة عبر مدبولي عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. كما هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد. وعبر رئيس مجلس النواب عن أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات للرئيس السيسي، سائلا الله العلي القدير أن تبلغ مصر تحت قيادته الواعية المستنيرة أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان. وفي برقيته أشاد جبالي بالنجاحات والإنجازات الكثيرة التي تحققت تحت قيادة الرئيس السيسي. هذا وبعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا لسيادته دوام الصحة وموفورها، داعيا الله أن ينعم على مصر وشعبها العظيم بالخير والسلام في ظل قيادة سيادته الرشيدة، وسائلا المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي وأن يحفظ خطاه ويكلل مسيرته بالنجاح والتوفيق وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، عرب فيها عن أصدق تمنياته للرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، سائلا المولى العلي القدير أن يبارك جهود سيادته وأن يسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وأن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار. كما هنأ وزير الداخلية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان القوات المسلحة وعموم الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد. شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات مع تفعيل غرف الأزمات تحسبا لوقوع أي طوارئ والتعامل معها على الفور تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد وقرب حلول عيد الميلاد المجيد. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أشار مدبولي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصعيد كان لها الفضل الكبير في تسليط الضوء على تفاصيل المشروعات التي تم وجار تنفيذها بتلك المحافظات. من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء أن التوسع في التطعيم وتوفير لقاحات كورونا المختلفة أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل، داعيا المواطنين لسرعة تلقي اللقاح. وخلال الاجتماع استعرض وزير الموارد المائية والري دكتور محمد عبد العاطي نماذج التنبؤ بحالة الطقس حتى 2 يناير، مشيرا أنه من المتوقع أن تشهد تلك الفترة أمطارا من غزيرة إلى متوسطة على عدد من المحافظات تصل إلى ذروتها يوم الجمعة المقبل. من جانبه شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر وتفعيل غرف الأزمات وحشد كل المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 اتفاقيات تعاون ثلاثية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة وشركة ديل تكنولوجيز من جهة أخرى وعدد من الأكاديميات والجامعات الحكومية والخاصة لبناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي بتلك الجامعات. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار اطلاع وزارة الاتصالات بدورها باعتبارها الهيئة الحكومية المسؤولة عن الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسؤولة أيضا عن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية واستعراض تطورات بعض مشروعات صندوق مصر السيادي الاستثمارية. كما تم استعراض رؤية صندوق مصر السيادي لطرح محطات تحلية المياه
بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن رؤية الصندوق في هذا المجال تأتي في إطار التحرك نحو الاستثمار والتنمية لدعم البرنامج القومي لتحلية المياه حتى عام 2050 ضمن استراتيجية الدولة لتأمين المياه كمورد حيوي، مشيرة أن الصندوق يستهدف جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات التوسع العمراني. من جانبه عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. رئيس الوزراء العراقي يعلن خروج جميع قوات التحالف القتالية من البلاد وجاهزية الجيش العراقي للدفاع عن الشعب. التموين تؤكد أن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي 5 أشهر والأرز 3 أشهر. في مستهل زيارته إلى العاصمة الرواندية كيجالي، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية رواندا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى مجالات التعاون، فضلا عن التشاور والتنسيق حول القضايا القارية والدولية محل الاهتمام المشترك. تأتي زيارة شكري إلى رواندا للمشاركة في فعاليات الاحتفال المقرر اليوم بالعاصمة كيجالي لوضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب للقلب. وفي إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة، تم وضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور جراح القلب العالمية دكتور مجدي يعقوب. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتولى تمويل شراء وتوريد وتركيب كل تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها. الكاظمي يعلن خروج جميع القوات القتالية ومعدات التحالف الدولي من العراق، ومبعوث روسيا للمحادثات النووية يجتمع مع نظيره الأمريكي في فيينا، ومقاتلات التحالف العربي تدمر آليات عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظة شبوة باليمن، والمزيد في سياق التقرير التالي. أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمال خروج كل القوات القتالية ومعدات التحالف الدولي خارج العراق، وقال الكاظمي إن المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج البلاد، لافتا إلى أن دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي، كما أكد جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي. قال المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية ميخائيل أوليانوف إنه اجتمع مع نظيره الأمريكي في فيينا، حيث تجرى الجولة 8 من المفاوضات، وأكد أوليانوف أن المشاورات الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأمريكي والروسي في سياق محادثات فيينا يمثل شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بالاتفاق النووي. وتهدف المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي عن طريق إعادة الولايات المتحدة له من خلال رفع العقوبات، وإيران من خلال التنفيذ الكامل لالتزاماتها النووية. كانت الولايات المتحدة قد عبرت عن الحذر بعد تصريحات متفائلة من إيران وروسيا بشأن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن آليات عسكرية لميليشيا الحوثي بمحافظة شبوة، وأوضح التحالف أن الغارات استهدفت آليات تابعة للميليشيات في جبهة الصفراء كانت تحمل أسلحة ثقيلة وذخائر. من ناحية أخرى، اتهمت السلطات اليمنية ميليشيا الحوثي باستهداف مطار عتيق في محافظة شبوة، وأكدت في الوقت ذاته أن القصف لم يسفر عن أي خسائر مادية.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيتحدثان هاتفيا اليوم الخميس بشأن عدد من الملفات وبخاصة الأزمة الأوكرانية. يجري ذلك في وقت تجرى فيه استعدادات لإجراء محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل. يأتي هذا بينما أعلن بوتين خلال لقاء مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن البلدين يعتزمان إجراء تدريبات عسكرية مشتركة أوائل العام المقبل. تأتي التدريبات المزمعة على أراضي بيلاروسيا وسط توترات غير مسبوقة بين الشرق والغرب، إذ تطلب روسيا أن يتعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول عضوية أوكرانيا التي تقع على الحدود مع كل من روسيا وبيلاروسيا، بينما تتهم أوكرانيا روسيا بالاستعداد لغزوها وهو ما تنفيه الأخيرة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تسونامي الإصابات بفيروس كورونا سيقود أنظمة الصحة نحو الانهيار، وشددت المنظمة على أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون لا تزال عالية جدا. يتصدر المتحور أوميكرون قائمة الاهتمامات الدولية، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الخطورة التي يمثلها أوميكرون لا تزال عالية جدا وقد تشكل ضغطا على الأنظمة الصحية في الوقت الذي تسجل فيه العديد من دول العالم أعدادا قياسية للإصابات بكوفيد 19 على إثر التداعيات المتحور. وأكدت المنظمة العالمية أن عدد الإصابات بالوباء زادت بنسبة 11% عالميا الأسبوع الماضي، مما وضع الحكومات من الصين إلى ألمانيا وفرنسا أمام معضلة الموازنة بين قيود الحد من انتشار الفيروس والحاجة لإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة، فيما أعلنت هولندا وسويسرا أن أوميكرون هيمن على البلدين. أما المملكة المتحدة والدنمارك فقد سجلتا حاليا أعلى معدلات بالإصابة بالمتحور، وفنلندا فقد أعلنت حظر دخول المسافرين الأجانب غير الملقحين، وعلى غرارها سارت السويد وألزمت جميع المسافرين غير المقيمين على إبراز فحص كوفيد 19 بنتيجة سلبية كشرط لدخول أراضيها، فيما فشلت بلجيكا في تطبيق خططها الرامية لفرض المزيد من القيود، إذ علقت الحكومة أمرا يقضي بإغلاق أماكن الترفيه. والآن موعدنا مع جولة في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس. البداية بأخبار اليوم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: الدولة وضعت خطة استراتيجية قومية لتنمية وتطوير مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل. اليوم السابع: التموين تستعد لتوفير سلع شهر رمضان اعتبارا من يناير المقبل. جريدة الأهرام: سوق جملة بخبرة فرنسية باستثمارات 3 مليارات جنيه و 18200 بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية. عودة إلى أخبار اليوم. القوى العاملة تعيين 7878 شابا منهم 54 من ذوي الهمم والعزيمة بمحافظة القاهرة. شهد عام 2021 العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام العالمي. أبرز هذه الأحداث هو تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الرئيس 46 في تاريخ أمريكا.
كذلك من ضمن الأحداث البارزة في العام الذي أوشك على الانتهاء واستيلاء حركة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول وهروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد لتكون بداية سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان، وأيضا قمة المناخ التي أقيمت في مدينة جلاسكو الاسكتلندية وغيرها من الأحداث الأخرى. نتابع. البداية من الولايات المتحدة الأمريكية والتي استهلت عام 2021 بأداء المرشح الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستوري ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة، بينما أدت كاميلا هاريس اليمين نائبة لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب. جاء بايدن إلى السلطة بعد حصوله على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لمنافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب. وبينما كان الانسحاب الأمريكي من عدة مناطق حول العالم هو استراتيجية ليست بجديدة وأن واشنطن ماضية فيها منذ سنوات، إلا أن الرئيس جو بايدن هو أول من اتخذ خطوات عملية، فلأول مرة منذ عام 2001 لم تعد هناك أي قوات أمريكية في أفغانستان بعد أن أنهت الولايات المتحدة خلال عام 2021 عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان. وفي أعقاب الانسحاب الأمريكي سيطر الطالبان على أفغانستان بعد أن سقطت العاصمة كابول في أيدي الجماعات المسلحة دون قتال. توترات وتحذيرات واتهامات متبادلة، هكذا كان حال العلاقات الأمريكية الصينية خلال هذا العام، لكن أجواء التوتر بين البلدين بدأت مع انطلاق أول لقاء قمة افتراضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، وكأنها فصل درامي انتهى مع تحية ودية من قبل الرئيسين، لكن اللقاء لم يخلو من تحذيرات متبادلة أطلقها الجانبان حول القضايا الخلافية وعلى رأسها الوضع في تايوان. وإلى قارة أوروبا وبالتحديد الحدود الواقعة بين بيلاروسيا وبولندا والتي شهدت أزمة إنسانية، حيث يوجد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من دول الشرق الأوسط ويعيشون في ظروف إنسانية وطبيعية صعبة وفي ظل درجات حرارة متدنية، وسط تصاعد الاتهامات الأوروبية لرئيس بيلاروسيا بافتعال الأزمة كرد انتقامي على العقوبات التي فرضت على بلاده. مدينة جلاسكو الأسكتلندية استضافت هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة لقمة المناخ كوب 26 في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض من تأثيرات التغير المناخي. كان التركيز في هذه القمة على إيقاف إنتاج الفحم كلياً باعتباره أكبر ملوثات البيئة والسبب الرئيسي للاحترار الأرضي، وتوصل المشاركون إلى اتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى درجة ونصف الدرجة المئوية. لكن الطبيعة كان لها رأي آخر وعبرت عن غضبها بأحداث مأساوية شهدتها الكرة الأرضية نتيجة التغيرات المناخية والتي ألقت بظلالها على مناطق شتى حول العالم، بدءا من الفيضانات التي اجتاحت عددا من الدول مرورا بالبراكين والتي كان أبرزها ثورة بركان كومبريفيخا في جزيرة لا بالما الإسبانية، إلى حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الدول الأوروبية والعربية. فيضانات وبراكين وحرائق، صرخات أطلقتها الطبيعة، وكأن لسان حالها يقول أغيثوني لعلها تجد صدى، ويلبي العالم الجديد نداء الطبيعة.
وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر، والاحتياطي من الزيوت يكفي 5 أشهر و3 أسابيع، والأرز يكفي ل3 أشهر. ووزيرة الصناعة تعلن أن جهاز تنمية المشروعات ضخ 1,130,000,000 جنيه بمحافظة أسوان خلال 7 سنوات. المزيد من الأخبار الاقتصادية في سياق التقرير التالي. نبدأ تقريرنا الاقتصادي من تأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 5 أشهر، فيما يكفي احتياطي الزيوت 5.7 من الأشهر والأرز ل3 أشهر. وأضاف المصلحي خلال مؤتمر صحفي بوزارة التموين أن الشهر المقبل سيشهد اجتماعات مكثفة لتدبير احتياجات السوق لشهر رمضان المقبل. وقالت وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع إن الجهاز ضخ 1.13 مليار جنيه في محافظة أسوان خلال 7 سنوات، وأوضحت أن هذا المبلغ مول نحو 58,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفر حوالي 75,000 فرصة عمل. وأشارت إلى أن فروع الجهاز بجميع المحافظات قدمت دعما فنيا وخدمات غير مالية ودورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة كي يتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. وإلى منظمة أوبك، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن مجموعة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها يقاومون دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج لأن المجموعة تريد الإبقاء على سياستها الحالية. اعتبر أن سحب كبار المستهلكين وفي مقدماتهم الولايات المتحدة المحتمل من المخزونات الاستراتيجية سيكون له تأثير محدود قصير المدى على سوق النفط. وتوقع نوفاك ارتفاع الطلب العالمي على الخام بنحو 4 ملايين برميل يوميا العام المقبل، بعد زيادة تصل إلى 5 ملايين برميل يوميا هذا العام. واعتبر أن سعر النفط بين 65 و80 دولارا أمريكيا للبرميل سيكون مناسبا للعام المقبل. تمتاز هويتنا العربية بسمات فنية لا مثيل لها في العالم، ويمثل فن الفسيفساء أو الموزايك أحد أهم الفنون الزخرفية العربية التي تعبر عن التراث والحضارة العربية من خلال تصاميمها الملونة الفريدة. وفي الضفة الغربية يسعى مركز الفسيفساء لإعادة أحياء هذا الفن القديم. مزيد من التفاصيل نتعرف عليها في التقرير التالي. فن الفسيفساء يعتبر أحد الفنون التراثية القديمة الموثقة عبر التاريخ. في أريحة الفلسطينية تعمل مجموعة من الحرفيين داخل مركز الفسيفساء على إعادة إحياء هذا الفن المعروف منذ أكثر من 200 عام. فبين جدران هذا المركز يتم إنتاج لوحات الفسيفساء الملونة الرائعة، حيث يقوم الفنانون المهرة باختيار قطع صغيرة من الزجاج والأحجار الطبيعية التي يتم جمعها من المحاجر والجبال والوديان، ثم يضعونها في صفوف جنبا إلى جنب بعناية وصبر وتثبيتها باستخدام مواد لاصقة لتكوين الشكل النهائي. بده تركيز وبده وقت وتعطي جهد كمان وفي دقة، يعني زي ما انت شايف الرسم هون مرسومة بالريشة، احنا منحولها من ريشة مرسومة لحجر، فشوف التفاصيل نفس ما الرسمة نفس ما بتطلع عنا. هاي الرسمة لكنيسة البشارة في الناصرة مبيوعة طبعا، مستخدم فيها نوعين من الحجار، حجار طبيعية وزجاج. الحجار الطبيعية موجودة عندنا في فلسطين، في عنا تقريبا 24 لون منجيبها من المحاجر من الجبال وفي إشي من الوديان. كانت الفسيفساء تستخدم فيما مضى لتزيين بعض بيوت الفلسطينيين، لكنها أصبحت الآن جزءا أساسيا من المعالم التاريخية في كثير من المدن الفلسطينية. المركز يهدف إلى عمل نسخ مصغرة من أرضيات فسيفساء فلسطينية أصيلة، كما يقوم بتنظيم معارض في شتى المدن الفلسطينية لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي عامة والفسيفساء بشكل خاص، بالإضافة إلى إنتاج لوحات جديدة تسجل تاريخ البلاد على مر العصور.
وتستمد طبيعة تصنيفها من صفة الحياة لا تدوم على حال، ففي أحيان تصفو وأخرى تكشر عن أنيابها وتظهر لنا وجها آخر في شكل عصير وفيضانات وبراكين. نرصد في أحداث 24 ساعة بعضا منها. تعرض جنوب ولاية سانتياغو لحرائق غابات، وأعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ للسيطرة على الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات من الغابات خاصة، وأن سوء الأحوال الجوية يساعد على انتشار الحرائق. أعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ في 116 مدينة في ولاية ياهيا شمال شرقي البرازيل جراء الفيضانات التي شهدتها الولاية بسبب الأمطار الغزيرة التي تجتاح المنطقة منذ نهاية نوفمبر، كما غمرت المياه مدنا في 5 ولايات أخرى. تسببت الأمطار في وفاة 21 شخصا وأدت إلى إصابة 358 آخرين وتشريد 34,163 ونزوح ما يقرب من 43,000 شخص منذ بداية شهر ديسمبر. استمر تساقط الثلوج بكثافة في عدة مناطق على ساحل بحر اليابان، وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء رحلات جوية وتأخير خدمات القطارات، كما سجلت بلدة ميوكو وهي منتجع تزلج شهير تساقط ثلوج بلغ 115 سنتيمترا، وهو أعلى بمرتين من الكمية التي تسجل عادة هناك في فصل الشتاء. وفي غرب واشنطن فتحت السلطات مراكز إيواء للمواطنين المتضررين جراء نوبة الطقس السيء التي تجتاح البلاد، فقد تعرضت مدينة بورتلاند لعاصفة ثلجية أدت إلى قطع الطرق وشلل تام في الحياة المعيشية هناك. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية أحداث 24 ساعة لهذه الليلة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.